السلام عليكم شباب، هنكمل بارت 2 في الستاتستكس. احنا كنا قلنا في بارت 1 الطرق المختلفة ان انا احسب بيها المين والمود والميديان. قلتلكوا هنشوف بقى الابليكيشن ازاي بيجي يسألك على كيس 1 وكيس 2 ويطلب منك المين والمود والميديان. ده كده هو سؤال، ده May 13 question 2. والسؤال دوت هنتكلم فيه على البوكس بلوت والستيمد ليف. فاول حاجة ايه هو البوكس بلوت؟ البوكس بلوت هو من اسمه هو عبارة عن بوكس بنرسمه، وفي نفس الوقت البوكس دوت متكون من حاجات معينة. الحاجات ديت بنطلع منها readings من غير ما نحسب اي حاجة. يعني ايه؟ قالك يعني دلوقتي لو انت بصيت على الرقم ده، ده البوكس عندك اهو متكون من 1 2 3، وعندك دي ودي، دول هم ويسكرز او الدراعات بتاعت البوكس دوت. اول رقم بيقابلنا هو المينيمم نمبر، يعني ده اصغر رقم عندنا، يبقى ده المينيمم، فبالتالي ديت الماكسيمم اخر رقم او اكبر رقم عندنا. قالك اول رقم دوت اللي هو ده دوت Q1 اللي هو اللور كوارتايل، ودوت هو Q3 upper quartile، واللي في النص دوت هو الميديان. يبقى انا عندي البوكس بلوت ما اقدرش اطلع منه غير 6 حاجات. اول حاجه المينيمم نمبر والماكسيمم، بعد كده اللور كوارتايل الابر كوارتايل والميديان، وحاجه اسمها اوتلاير. ايه الاوتلاير؟ قالك الاوتلاير دي اللي احنا بنرمز لها بعلامه الاكس، ودي معناها ان الرقم دوت خارج بره الداتا بتاعتي. طب انا بعرف منين هو اوتلاير ولا لا؟ قالك انت ما بتخمنش، هو دايما بيديك ايكويشن تعوض بيها، ويقول لك ان اي رقم اكبر من الرقم اللي هيطلع لك يبقى اوتلاير، او اي رقم اصغر من الرقم اللي هيطلع لك يبقى اوتلاير. فانت بتروح تحسب وتشوف، ولو الرقم دوت لو طلع عندك رقم اوتلاير لازم ترسمه اكس. يبقى البوكس بلوت ممكن اطلع منه المينيمم الماكسيمم اللور كوارتايل ابر كوارتايل الميديان والاوتلايرز لو عندي اوتلايرز، فده ممكن ما تبقاش موجوده. وساعات ممكن ما يبقاش عندي غير ويسكر واحد. امتى يحصل كده؟ لو كان الابر كوارتايل اللي هو ده هو الماكسيمم نمبر، هو اخر رقم، فساعتها تلاقي الويسكر اللي هي الدراع دوت موجوده على نفس اللاين فما تبانش. طب نيجي هنا بقى، هو بيقول لك ايه؟ قال لك the marks of a group of male students، اهو اداك اهوت رسم لك هو الفيميل، وقال لك write down. write down ركز فيها، معناها انت مش هتحسب، عشان كده قلت لك البوكس بلوت بتطلع منه على طول. طب البوكس بلوت مش فارق، ما يفرقش معانا الفيرتيكال الهايت، ما يفرقش معانا السكيل بتاعه خالص، وفي نفس الوقت ما يفرقش معانا السكيل بتاع البوكس هرسمه قد كده ولا قد كده، ما يفرقش. لكن اللي يفرق المسافات دي، لازم الارقام دي تبقى صح، 20 30 40. فهو قالك write down the mark which is exceeded by 75% of the female. السؤال ده فيه تريك، هو بيقولك the mark which is exceeded by 75%. في ناس كتير قوي اول لما تسمع كلمة 75% هيقولك ده بيسعى على upper quartile، بس انت لازم تفكر 75% دي بتحصل عندي مرتين. مرة لو انا بتكلم ان انا عند الابر كوارتايل بيكون قبلية 75%، لكن لو انا عند اللور كوارتايل بيكون بعدية 75%. فهو بيقول لك write down the mark which is exceeded by 75%، يعني الرقم اللي بعديه 75%. طب هو مين الرقم اللي بعديه 75% من الداتا؟ اللور كوارتايل. فهي دي طريقة indirect نسألك على اللور كوارتايل. هتروح عند الفيميل اللي هو رسمها لك، وتنزل تحت، انا عارف ان هو ده اللور كوارتايل الرقم دوت، هنزل اهو واقرا الرقم دوت، يطلع هو في النص بين 20 و30، فيطلع 25.5. يبقى انا اهي عارف ان A ب 25.5 اللي هو اللور كوارتايل. طيب ده كده البوكس بلوت. ندخل على الستيمند ليف، الابليكيشن التاني. فكره الستيمند ليف ده، او ليه سموه ستيمند ليف؟ عشان انت بيكون عندك على الشمال ستيم وطالع منه ارقام صغيره، هو بيسميها ليفز. دايما في الستيمند ليف لازم يديك كي تعرف تقرا بيه الارقام ديت. الكي دوت هو مديهولك هنا، بيقولك ان 2 شرطه 6 means 26. فلما انت تيجي تقرا وتلاقي اول رقم 1-4 يبقى دي كام؟ 14. 2-6 26 اللي هو مديهالك. 3-4 يبقى 34. واللي بعديها، خلي بالك بقى، لما لقيت 3 ارقام معناها ان انا كل مره بقرا لازم ارجع للرقم الاولاني، فدي معناها تبقى 34. الرقم اللي بعديه 34. الرقم الخامس 37، على اساس ان ده 1 2 3 4 5. طب ايه الارقام اللي على اليمين ديت؟
دي number of readings في كل line. يعني انت لو لقيت هنا هتلاقي one reading فهو جمع حالك هنا one هنا ثلاثة. طب دي هتفيدنا في ايه؟ هنشوف كمان شوية لما نيجي نحسب الكمليتة frequency هتفيدنا في ايه، لكن هي مهمة قوي. هو جه يبقى انا هنا هو دوت في البوكس بيوت، لو طلب مني اي quartile سواء اللور او الابر او الميديان هدخل على طول اقرأ الرقم دوت، ولو طلب مني maximum او minimum هقرأ الرقمين دول. في الاستيمنت ليف لو طلب مني quartiles هروح اشتغل زي ما انا متعود في كيس 1 وكيس 2، بس انا لسه ما اعرفش هي اني كيس فيها، فانا همشي عادي خالص. هو عايز الميديان والانتر كوارتايل رينج. طيب يبقى انا اول حاجه لازم اعرفها اعرف هما كام واحد، يبقى عشان اعرف التوتال اللي هو ان فاروح اعد دول، يبقى 1 1 2 5 11 20 26 29 30 31. يبقى دي اول معلومه ان الان ايكوال 31، وانا عايز اجيب الميديان. فالميديان اللي هو Q2 equal N over 2 اللي هو 31 over 2 اللي هو 15.5. أول لما ليها decimal أعرف أن أنا شغال في كيس 1، أعمل لها على طول approximation تطلع 16. يبقى أنا بدور على الرقم number 16، على أنا 16 ده position هدخل أشوف هو فين. هنا كان عندي 1 2 5 11 لسه موصلتش في 16، 11 و 29 يبقى انا عارف ان 16 موجود هنا. هروح اعد هنا الباقي بس اللي هو 5 1 2 3 4 5. طب واحد ما جمعش اللي انا عملته، هتروح تعد 26 رقم عادي، 16 رقم قصدي، فتقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 فيطلع 51، يبقى ميديان 51. تاني عشان اللي تاه يبقى عايز اجيب الابر كورتايل، لان هو طالب مني انتر كورتايل رينج. طبعا انتر كوارتايل رينج ايكوال ابر كوارتايل ماينس لوور كوارتايل، فدي معناها ان انا لازم اروح احسب الحاجتين. رحت احسب الابر كوارتايل اللي هي Q3 اللي هو ايكوال 3 اوفر 4 تايمز n اللي هو 3 اوفر 4 تايمز 31 اللي هي تطلع 22.75 اعتقد 23.25 always round up يبقى 24. ما تنساش ان 24 ده position، هروح اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. واحد قال لي انا عايز اعد من الجنب، هقول له ده اصيع، فيبقى 1 1 2 و 3 5 و 6 11 و 9 20 لسه ما وصلتش رقم 24. هنا 20 يبقى ناقصنا 4 يبقى 1 2 3 4 يبقى الابر كوارتايل ايكوال 63. عايز اجيب ال Q1 اللي هو اللور كوارتايل، هروح اعمل 1 over 4 times n اللي هي 1 over 4 times 31 اللي هي تطلع 7.75، هراوند اب تو 8. اوعى تنسى ان 8 ده بوزيشن، هروح اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 تطلع 46، يبقى اللور كوارتايل 46. يبقى الانتر كوارتايل رينج اللي هو كان عايزها ايكوال 63-46. ده كده الاستيمان ليف. بعد كده قال لك an outlier is a mark that is either more than 1.5 times the inter quartile range above the upper quartile. دايما بتلخبطنا ازاي نقرأ حتة outlier دي، فانا بقول لك دايما حولها لإيكويشن. مش هو بيقول لك an outlier is any mark which is more than، يبقى هو الoutlier اللي انا هسميه O هو اكبر من 1.5 في الانتر كوارتايل رينج، يعني 1.5 في الانتر كوارتايل رينج اباف الابر كوارتايل، يعني كل ده بلس Q3 او مور ذان. هنا بتلخبطنا ان هو بدا بمور ذان، بيقول لك مور ذان 1.5 في الانتر كوارتايل رينج بيلو لور كوارتايل، فده معناه ان برضو الاوتلاير هو اصغر، لان هو بيقول لك بيلو اصغر من Q1 ماينس 1.5 انتر كوارتايل رينج. طبعا انا عندي انتر كوارتايل رينج كنا جبناه هنا، وعندي ابر كوارتايل واللور كوارتايل، فلما اروح احسب الاوتلاير ليميت تطلع الابر كوارتايل، تطلع قصدي الاوتلاير ليميت اباف هو 88.5، ومعناه ان اي رقم اكبر من 88.5 في اوتلاير او اصغر من 20.5. يبقى انا اي رقم اكبر من 88.5 او اي رقم اصغر من 20.5 هعتبره اوتلاير. طيب جه هو بعديها
اداك 5 درجات وقال لك ارسم لي البوكس بلوت بتاع الميلز. اصل ده وده نفس السؤال، هو كان هنا رسم لك الفيميل وبعد كده اداك الاستمند ليف بتاع الميلز، وبعد كده قال لك ارسم لي من الكلام دوت اللي هو الميلز ارسم لي البوكس بلوت. هو انا عشان ارسم بوكس بلوت محتاج ايه؟ 6 حاجات، محتاج المينيمم والماكسيمم واللور كوارتايل والابر كوارتايل والميديان والاوتلايرز لو عندي. فانا رحت، يبقى انا محتاج الانتر كوارتايل رينج اللي هي 17، محتاج اروح ارسم. اول رقم ببدا بيه انا هو اللور كوارتايل. هو اللور كوارتايل بكام؟ احنا جبنا اللور كوارتايل ب 46. اجي عند 46 واقوم راسم اهو خط، ده اللور كوارتايل. طب الابر كوارتايل عند كام؟ 63. اجي عند 63 واقفل البوكس. طب عايز ارسم الميديان، هو الميديان عند كام؟ 51. اجي عند 51 وارسم الميديان، يبقى دي 51 دي 63 ودي 46. ناقصني الويسكرز اللي هي الدراعات. قال لك خلي بالك بقى، هنا انت عندك 2 ميثودز انك ترسم بيهم الويسكرز والاثنين صح. اول طريقه ان انت تروح تشوف الاوتلايرز وبعد كده تطلعهم بره وترسم اكبر رقم واصغر رقم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مش احنا حسبنا الاوتلاير لما طلع اي رقم اكبر من 88.5 او اصغر من 20.5 قلنا له اي. طب هو انت عندك هنا في الداتا اي رقم اكبر من 88.5 قلنا له عندنا 90. قال لك يبقى ده اوتلاير تروح ترسمه اول حاجه. يبقى اجي عند 90 وارسم اوتلاير اكس. طب عندك اي رقم اصغر من 20.5 قلنا له عندنا 14. قال لك يبقى ترسم الاوتلاير ده كمان. ابقى اجي عند 14 واعمل اكس كمان. قال لك هنا بقى تشوف اكبر رقم اصغر من 90، يعني على طول الرقم اللي قبله كام، فطلع 85. قال لك خلاص يبقى هي دي الماكسيمم بتاعك 85. طب واصغر رقم بعد ال 14 كام؟ 26. يبقى تيجي عند 26 وترسم هو ده المينيمم بتاعك او الاوسكار التاني. قال لك طيب في طريقه تانية؟ اه في طريقه تانية بس انا مش بحب استخدمها لان هي في كيسز ما بتنفعش فيها. الطريقه التانية عشان لو فتحت مارك سكيم ولقيتها فيها، قال لك طب ما ترسم الويسكرز بالاوتلاير ليميتس اللي انت جبتهم اللي هو 88.5 و 20.5. هو ينفع؟ اه. فلما اجي ارسم هنا اهو هتبقى 88.5 اللي هو هنا اهوت، هرسمه فوقيها كده عشان ايه تاخدوا بالكم اهي، والناحيه الثانيه اصغر الاوتلاير ليميت اللي هو 20.5 اجي عند 20.5 وهنا اهو. بس خلي بالك انت ما بترسمش الاثنين، يا ترسم دي يا ترسم دي، بس ما ترسمش الاثنين. في المارك سكيما تلاقيه رسم الاثنين عشان يعرفك ان الاثنين صح، بس انت محتاج ترسم واحده. طب انا ليه مش بحب استخدم الطريقه الثانيه؟ لان انت ممكن لما تروح تحسب الاوتلاير ليميت تلاقي ان في رقم بالنيجاتيف، يعني تلاقي اللور ليميت بنيجاتيف 5 وانت السكيل بتاعك ما فيهوش نيجاتيف. فانت ما ينفعش ترسم لي الابر ويسكر بطريقه الاوتلاير واللور ويسكر بطريقه ثانيه، لازم الاثنين يجروا بنفس الطريقه. فلو انت لقيت ان انا عندي ليميتيشن في السكيل ومش عارف استخدم، يبقى ما ينفعش ارسم الناحيه الثانيه. يبقى الطريقه دي اللي احنا عملناها في الاول هي الموست جنرال اللي تنفع في كل حاجه، لكن الطريقه الثانيه بيبقى فيها ليميت لو انا عندي سكيل معين محتاج التزم بيه. يبقى كده البوكس بلوت عرفنا ازاي نرسمه او نطلع منه الداتا لو كان هو مرسوم، والاستمند ليف عرفنا ازاي نقراه ونقرا كي وازاي نحسب اي حاجه هو عايزها من الاستمند ليف. هو هنا كان طلب منك بيقول لك كومبير الماركس بتاعت الميل والفيميل، ومديك درجتين. مديك درجتين يعني انت لازم تكمبير في حاجتين. خلي بالكم ان اي سؤال كومبارزون في الاس 1 المين والمود والميديان الثلاثه بيكمبير نفس الحاجه. فلو انت استخدمت المين والميديان، يعني قارنتلي الميديان مثلا، ولو انت كان عندك المين وقارنته مش هيتحسب، لازم تستخدم واحده بس. فانا طبعا عشان عندي الميديان اسهل حاجه اجيبه فهستخدم الميديان، كده خدت درجه. الدرجه الثانيه هستخدم الرينج او الانتر كوارتايل رينج، الاثنين صح. لكن يعني يستحسن ان انت تستخدم الانتر كوارتايل رينج، وهقول لك ليه دلوقتي. فانا عايز اروح اجيب الرينج اقارن الرينج، فاروح احسب هنا انتر كوارتايل رينج ده ماينس ده وده ماينس ده واقول مين فيهم عنده اكبر. طب انا ليه قلت لك استخدم الانتر كوارتايل رينج؟ وده سؤال تريك بيجي ساعات، يجيب لك سؤال ويسالك هو انا عندي سكيونس او اوتلايرز، ومين اللي بتيجي في السكيونس او اوتلايرز برضه.
فانت كنت حسبت وقلت له انا عندي بوزيتيف سكيورنس مثلا، فيجي يقول لك طب انا هستخدم بقى دلوقتي استخدم الرينج ولا انتر كوارتايل رينج، واستخدم الميديان ولا المين. فخليك فاكر لو انت عندك سكيونس او اوتلايرز يبقى انت المفروض تستخدم الميديان والانتر كوارتايل رينج. ليه؟ قالك اصل الميديان ده هو الرقم اللي في النص، فمش هيتاثر باي اوتلاير. يعني لو انت عندك اوتلاير ده الميديان هو الرقم في النص، لكن لو انت حسبت المين، المين انت بتعمل كل ارقام بلس بعض، فالمين هيتاثر بالاوتلايرز والسكيونس لكن الميديان لا. نفس الكلام في الانتر كوارتايل رينج، الانتر كوارتايل رينج هو 75% من الداتا ماينس 25% من الداتا. فلو انت عندك اوتلايرز ال 75 وال 25 مش هيتاثروا بيهم حتى لو سكيونس برضو. فعشان كده بستخدم الانتر كوارتايل رينج والميديان لو انا كان عندي سكيونس واوتلايرز. نروح للسؤال ده، ده May 8 question 2، ده stem and leaf برضو، بس ده نوع تاني من stem and leaf. هما دول النوعين اللي عندنا. اول واحد ده كان النوع العادي خالص التراديشنال، دوت اسمه back to back stem and leaf، بيستخدم عشان في الكمباريزون. طب دوت بيتقر ازاي؟ هو كده كده لازم يديك كي. هو هنا بيكمبير ما بين ايباي اوتيل وبالمورال، فهو من الاخر بيقول لك ان الفاليوز اللي على اليمين دي بتاعت بالمورال اوتيل والفاليوز اللي على الشمال بتاعت ايباي. خلي بالك قال لك 850، شوف بقى كي بتقري ازاي، قال لك means 58 in ايباي و50 in بالمورال. معناها ان هو دايما بيقرا من النص، دايما بيبدا من الاستيم اللي في النص. لو انا عايز اقرا ايباي يبقى دي اول رقم مثلا 02 اللي هو 2. فهنا لو انا عايز اقرا ايباي يبقى 58 وارجع تاني للنص، لو انا عايز اقرا بالمورال هيبقى 50 اللي هو 5 و0. طيب هو هنا بيقول لك write down the mode. طبعا المود اسهل حاجه تجيبها في الستيم اند ليف، لان هو اصلا كاتب لك انت هتشوف اكتر حاجه متكرره. فانت بصيت هنا لقيت ال9 متكرره، هو عايز هو قال لك بالمورال، يبقى انا شغال في بالمورال. قال لك ودايما ركز في دي انت شغال فين، هنا كان شغال بالمورال. فانا عايز المود اللي هو اكتر حاجه متكرره، هلاقي اربع اصفار، بس طبعا هو مش الصفر هو المتكرر، هو 50، يبقى انا المود بتاعي 50. بعد كده قال لك find the values of the lower quartile the median and upper quartile. هشتغل عادي خالص بكيس 1 وكيس 2. لو انا عايز اروح اجيب الميديان، انا قلت شغال في بالمورال ما تنساش، فاروح اعمل اهو في بالمورال الميديان اللي هو n over 2. طب هما كلهم كام ريدنج؟ هتروح تعد في بالمورال، ادي عندك 1 2 3، او عد دول بقى 1 4 10 19 25 28. يبقى انا هعمل هنا 28 اوفر 2 اللي هو 14. اول لما يطلع الرقم انتجر يبقى انا لازم اخد بالي ان هاخد افريج ما بين ال 14 وال 15، بس خلي بالكوا ان دول بوزيشن. فروحت اعد فين 14 و 15، لقيت هو 1 4 10. انا عايز رقم 14، يبقى عد هنا 4 1 2 3 4 اللي هو 50 و51. يبقى انا هنا هاخد افريج ما بين ال 50 وال 51، اعملهم اوفر 2 يطلع لي 50.5. طب عايزين upper quartile نفس الطريقه 3 اوفر 4 تايمز n اللي هو تايمز 28 يطلع 21. 21 ده طلع انتجر، يبقى هاخد افريج ما بين ال 21s و 22. طيب يبقى انت هنا هو التيبل عشان لو ما كانش باين، بحسب ال Q2 وال Q3. دلوقتي قال لي find the values of the lower، خلاص احنا جبنا دي. قال لك find the mean، المين هجيبه ازاي؟ السم بتاعهم كله بلس بعضه اوفر عددهم. هو هنا اداك السيجما اكس سكوير، يبقى انا متوقع انه يطلب مني الستاندرد ديفيجن، او طلب منك find standard division. طب فاكرين الرول بتاعت standard division؟ سيجما اكس ايكوال روت سيجما اكس سكوير اوفر ان
ماينس المين اول سكوير. انا عندي المين كنت جايبه هو مديني سيجما اكس سكوير، اعوض اجيب الساندر ديفيجن. بعد كده قال لك وان ميجر اوف سكيونس، فاكرين دي كانت طريقه من ضمن الطرق ان هو عن طريق ايكويشن. اداك الايكويشن وقال لك ان دي وان ميثود ان انت تحسب بيها السكيونس. قال لك ايفالويت السكيونس، فانت هتروح تعوض بالمين والمود والساندر ديفيجن تجيب السكيونس. بعد كده قال لك فور اي بي، اداك المود والمين والساندر ديفيجن والميجر اوف سكيونس، قال لك كومبيرو عليها 3 درجات. طبعا التريك هنا ان هو اداك المود والميديان، لان اللي هيروح يقارن بالمود ويقارن بالميديان هياخد درجه واحده. فخليك فاكر ان المين والمود والميديان لو قارنت بواحده او قارنت بيهم هما الثلاثه هي عليها درجه واحده. فلو انا هنا عندي 3 درجات يبقى انا هقارن المود او المين دي درجه، الدرجه الثانيه الستاندرد ديفيجن، والدرجه الثالثه سكيونس. كده يبقى كل افكار البوكس بلوت والاستيمنت ليف خلصت. ندخل على اخر حاجه في درس الستاتستكس هي الهيستوجرام. احنا دلوقتي جان 12 كويشن 1، دخلنا لانه بيقول لك هو فكره الهيستوجرام معلومه مهمه جدا. الهيستوجرام مبني على فكره ان الاريا اندر جراف هو الاريا بتاعه البوكسز دي بتريبريزنت الفريكوانسي. طب هل معنى ان هي بتريبريزنت ان هي ايكوال؟ قال لك لا مش شرط. طب هل ممكن تبقى ايكوال؟ قال لك اه. قال لك طب لو انا سبت لك الاوبشن، قال لك خليها دايما ايكوال ودي اصيع حاجه، اصيع سكيل. طب احنا لسه مش فاهمين. ماشي دلوقتي، مش انا قلت لك ان الفريكوانسي بتريبريزنت الاريا او الاريا بتريبريزنت الفريكوانسي؟ قال لك فده معناه ان بيز تايمز هايت يديني اريا، والاريا بروبورشنال مع الفريكوانسي. هي دي الايكويشن اللي انت لازم تبقى عارفها في الهيستوجرام. في الهيستوجرام لازم يديك جايدنج انفورميشن. الجايدنج انفورميشن دي يا اما تبقى كلاس يا اما يبقى التوتال. طب تعالوا ندخل نشوف السؤال ده. السؤال ده بيقول لك هيستوجرام، والراجل رسمه لك وقال لك ان دوت هيستوجرام لميت موتورست، يعني هو مديك اهو التوتال اريا. بعد كده دخل اداك تيبل وفصصه لك كمان، قال لك من 4 ل 6 في 6 بني ادمين، من 7 ل 8 ما نعرفش قد ايه. هو ما كانش مديك دي، قال لك من 7 ل 8 ما ادهالكش، من 9 قال لك في 21، ما بين 10 و 12 في 45، وده معناه ان في 6 اشخاص اتاخروا من 4 ل 6 دقائق، في 21 شخص اتاخر 9 دقائق and so on. طبعا اللي مركز هياخد باله هنا ان في تريك، هي تريك ان الكلاسز ما بتسلمش بعض. قال لك خلاص احنا اتعودنا عليها، فهنروح نغير الكلاسز كلها عشان تسلم بعض. فلقينا دي 6 ودي 7، الافرج بتاعهم 6.5، يبقى انا هزود ونقص 0.5، يبقى دي 6.5، دي 3.5، دي 6.5، دي 8.5، دي 8.5، دي 9.5، 9.5، 12.5، 13.5، 12.5، 15.5، 20.5. خليك فاكر دايما بنغير اخر رقم واول رقم، الا زي ما قلت لك لو كان في موضوع الزيرو مش هينفع نخليها نيجاتيف. هو اول حاجه قال لك كومبليت التيبل، عايزك تجيب الرقم ده والرقم ده. طيب دلوقتي ايه المعلومه اللي هو مديها لك؟ هو هنا الراجل كان محترم مديك معلومات كتير قوي. انت ممكن تستخدم اي، لان هو رسم لك ومديك الكلاس، فانت ممكن تستخدم اي كلاس من دول كجايدنج كلاس. تعالوا ناخد مثلا اول واحد، هي مش فارقه اول واحد دوت الكلاس بتاعه، الكلاس الويتس قد ايه؟ مش انا قلت بيز اللي هو تايمز هايت ايكوال اريا بروبورشنال مع فريكوانسي؟ يبقى انا محتاج اجيب البيز والهايت بتاع اي كلاس اللي انا هشتغل عليه. رحت للكلاس الاولاني اللي هو من 4 ل 6، هو مش من 4 ل 6، خلي بالك هو من 4 ل 6 ده كان قبل ما احنا نغيره ونخليه من 3.5 ل 6.5. يبقى دلوقتي من 3.5 ل 6.5 البيز كام؟ البيز 3 صح؟ اهي يبقى تكتبها هنا اهو ان البيز 3 تايمز الهايت كام؟ هو رسمه لك 2، يبقى 3 تايمز 2 يديني اريا كام؟ 6. طب الفريكوانسي هنا كام؟ هو مديها لك 6،
يبقى الرقم ده محترم لانه مستخدم ريشيو 1 تو 1. يبقى انا كنت بعمل كل ده علشان اعرف الريشيو بين الاريا والفريكوانسي كام. هنا كانت ممكن 1 تو 1 زي ما احنا بنحب، لكن ممكن تطلع 1 تو 2 2 تو 1 اي حاجه احنا هنمشي عليها. هنمشي عليها ازاي في السؤال في الجزء اللي بعده؟ مش هو عايزنا نجيب فيه كام واحد من 7 ل 8؟ طب هو من 7 ل 8 ده مش احنا غيرنا الكلاس خلناها من 6.5 ل 8.5؟ يعني البيس بقى كام؟ بقى 2. يبقى انا عندي البيز 2 تايمز الهايت بتاع الكلاس الثاني. لو انت دخلت هنا هو قريتها هيطلع الهايت 7، يبقى 2 تايمز 7 ايكوال 14. وانا عارف ان ريشيو 1 تو 1 فده معناه ان الفريكوانسي كمان 14. يبقى انا جبت اهو الفريكوانسي بتاع الكلاس الثاني. اروح اعمل نفس الكلام ده في الكلاس الثالث من 16 ل 20 اللي هو انا غيرتها خليتها من 15.5 ل 20.5. البيس كام؟ البيس 5. يبقى انا عندي اهو بيس 5. الهايت كام بتاع اخر كلاس الهايت 1؟ يديني اريا كام؟ 5. يبقى الفريكوانسي كام؟ 5 برضو لان انا شغال ريشيو 1 تو 1. طب لو انا كنت شغال ريشيو 1 تو 2 او لو كان السكيل اللي هو مديهولي جاب لي ريشيو 1 تو 2، يبقى انا كل مره هجيب اريا اعمل كروس مالتيبليكيشن عشان اجيب الفريكوانسي. يبقى انا جبت ان ديت 14 ودي 5. بعد كده قال لك استيميت ذا نمبر اوف موتورستس هو وير ديليد بتوين 8.5 و 13.5. هنا عشان انت عندك تيبل وهيستوجرام فانت ممكن تستخدم ده او ده، بس تعالى نعملها عن طريق الهيستوجرام. مش هو عايزني اجيب له الناس اللي ما بين 8.5 و 13.5؟ طيب دلوقتي 8.5 دي هو هنا يمكن عشان السكيل مش باين فخلينا نستخدم دي من التيبل ونعمل دي من الهيستوجرام. هو عايز من 8.5 ل 13.5. من 8.5 لحد 13.5 معناه ان انا هاخد الكلاس ده كله وهاخد الكلاس ده كله، والكلاس ده هو من 12.5 ل 15.5. طب انا عايز لحد 13.5 يبقى انا هاخد واحده منه صح؟ طب هو كله كام؟ 3. يبقى اعمل ريشي. يعني يعني انا هاخد الكلاس ده كله اللي هو 21، يبقى 21 بلس الكلاس ده كله هو 45. خلي بالك انا بعمل بلس للفريكوانسي. اخر كلاس انا عايز من 12.5 ل 13.5، يعني انا وهو كله كام؟ تعالى نعملها ريشيو. مش هو اصلا كله كان البيز بتاعه 3؟ طيب يبقى بيز للفريكوانسي. لما كان البيز 3 كان بيديني فريكوانسي كام؟ 9. طب دلوقتي انا عايز من 12.5 ل 13.5 يعني البيز 1 ده يديني فريكوانسي كام؟ 3. يبقى الفريكوانسي ده يبقى انا هنا عايز بلس 3 واجمع دول في الاخر. السؤال اللي بعده May 12 question 5 رسم لك هيستوجرام بس المرة دي ما اداكش الهايت. مرسى هنا كان مديك كل حاجة، مديك البيز والهايت والتيبل، هنا مديك هيستوجرام بس ومش مديك الهايت بتاعه. فتعرف ان انت هنا هتعمل شغل كتير. دلوقتي بيقولك A policeman records the speed of a traffic on a busy road with a 30 mile per hour speed limit. يعني دلوقتي السرعة speed limit في الطريق ده 30 mile per hour. قالك he records the speed of a sample of 450 cars. لازم تعلم على 450 cars ده لانك عرفت ان total 450. يبقى انا كده هو عرفت ان total اللي هو n 450. قالك the histogram represents the results. قالك calculate the number of cars that were exceeding the speed limit by at least 5. طبعا هو ما بيقولكش هات لي الاكبر من 5، هو بيقولك exceeding the speed limit. طب هو السبيد ليميت كان كام؟ هو مديك ان السبيد ليميت 30. طيب لما يقولك exceeding the speed limit ب 5 يبقى هو عايز اللي ماشي على سبيد اكبر من 35. طيب مش هي دي 35؟ يبقى هو عايز الكلاس ده والكلاس دوت صح؟ عايز ده وده. هروح اكتب الايكويشن بتاعتنا بيز تايمز هايت ايكوال اريا بروبورشنال مع فريكوانسي. طب انا هنا ايه الجايدنج انفورميشن اللي عندي؟ هنا الجايدنج انفورميشن اللي عندي هي التوتال نمبر اوف كارز. يعني هو هنا سخف عليا ان هو ما ادانيش كلاس معين اقدر اشتغل عليه على طول، هو اداني التوتال. فعشان تروح تحسب التوتال يبقى انا محتاج يكون عندي التوتال اريا.
طب انا هجيب التوتال اريا ازاي لو انا ما عنديش هايت؟ قال لك انت هنا في حلين. اول حل انك تفترض الهايت بارقام، يعني 1 2 3 4، وتشتغل وتشوف الريشيو كام، وبعد كده تستخدم الريشيو ده. قال لك طب الحل الاصيع، ما استخدم الريشيو اللي يديني، ما استخدم السكيل اللي يديني في الاخر ريشيو 1 تو 1. قال لك ده هو انا هعرفه ازاي؟ قال لك اول حاجه هتروح تاسيوم ان دوت ان تيرمز اوف اكس. فانا هفترض ان كل مربع كبير بواحد، او اللي هو كل خمس مربعات صغيرين. فلو عملت كده هتلاقي ان اول واحد دوت عند 1.5x، يبقى ده 1.5x. اللي بعده دوت هتلاقيها عند 6x، اللي بعده ده عند 4.5x، ده كمان عند 1.5x، ودوت عند 3x. كده اقدر احسب التوتال اريا، او اقدر احسبها ان تيرمز اوف اكس. فاروح احسب التوتال اريا، هعمل كل بيس تايمز الهايت، هتروح تعمل 5 تايمز 1.5x اند سو اون. يطلع في الاخر ان التوتال نمبر ان تيرمز اوف اكس، يعني هتعمل 5 في 1.5x بلس 10 في 6x بلس 5 في 4.5x بلس 5 4.5x plus 5 في 3x. يطلع في الاخر التوتال نمبر اللي هي التوتال اريا equal 112.5x. طيب مش انا عايز الريشيو تبقى 1 to 1، يعني انا عايز الريشيو ما بين الاريا للفريكوانسي تبقى 1 to 1. طب لو انا عندي الاريا ب 112.5x وعندي الفريكوانسي 450، يبقى الاكس بكام؟ تروح تحسب الاكس، تطلع الاكس بفور. يبقى انت جبت الاكس اللي لما تعوض بيها هيديك السكيل اللي يديك في الاخر ريشيو 1 تو 1. اروح اعوض هنا، يبقى 4 في 1.5 يديني 6، 12 18 ونص 24. ارجع بقى احل السؤال الاوريجينال، هو كان عايز النمبر اوف كارز الاكسيدنج 35، يعني هو عايز اخر تو كلاسز دول. طب هو اخر كلاس دوت اللي هو من 35 ل 40 اريا بتاعته ايكوال ايه؟ اريا ايكوال 5 في 6 ايكوال 30. خلي بالك انا بعوض هنا اهوت في الرقم اللي انا جبته هنا اهو. طب الكلاس الاخير 5 في 12 اللي هو 60، يبقى اريا بكام؟ 90. وانا عشان مستخدم خليت السكيل 1 تو 1، يبقى انا عارف ان الاريا 90 ديت هتديني فريكوانسي كام؟ 90. يبقى انا عارف ان في 90 كار اكسيدز السبيد ليميت. طيب قال لك استيميت ذا فاليو اوف ذا مين. هنا السؤال ده اسخف سؤال هيستوجرام ممكن يجي. هو طلب منك تجيب الفاليو بتاعت المين. في ناس بتقول لك اول لما تلاقي سؤال هيستوجرام وبدا يطلب مين، ممكن تروح ترسم تيبل عشان تسهل لك. ماشي، تعال نرسم تيبل. لو رحت رسمت تيبل، هتروح تحول الكلاسز ديت، هتكتب الكلاسز على طول. يبقى انت عندك هنا كلاس من 10 ل 15 خلي بالك الحته دي فاضيه في النص ما فيش كلاس، وبقى كان عندي من 20 ل 30، او بلاش حته مفيش كلاس دي عشان بتلخبطكم. في كلاس اهو من 15 ل 20، لكن الفريكوانسي بتاعتي زيرو. ليه قلت لك كده؟ لان ما ينفعش يبقى عندي جاب في التيبل. وبعد كده من 20 ل 30، وبعد كده من 30 ل 35، وبعد كده من 35 ل 40، واخر حاجه من 40 ل 45. محتاج اروح اجيب الفريكوانسي اللي هي اريا، ده زيرو عشان مفيش عندي هنا حاجه، اكن عندي كلاس تحت هنا اهو، وانا كنت جايب اخر قبل الاخير ده 30، ما هي اريا هي فريكوانسي، ده 30 وده 60
هروح احسب اول واحد دوت 5 في 6 زي ده 30، من 20 ل 30 10 في 24 يعني هنا في 240 واحد، وبعد كده دوت 5 في 18 ونص دي 18 بس مش 18.5، يبقى هنا عندي 18 في 10 180، قصدي 18 في 5 90 كده. انا حولت الهيستوجرام لتيبل، فممكن اشتغل عادي خالص. ممكن تنسى الهيستوجرام وتعمل كل حاجه من التيبل ده. فلما اقول لك هات لي المين، انا متعود لازم اروح اجيب ايه، الاف اكس. فلما اجيب الاف اكس قبل ما تجيب الاف اكس لازم تروح تعمل ايه، تجيب هنا اهوت الميد بوينت، فدي يبقى 12.5 ديت كده كده مش فارقه، بس ماشي خليها 17.5 25 32.5 37.5 42.5. عايز الاف اكس هعمل ده تايمز ده، 30 في 12.5 يبقى 12.5 في 30. بعد كده اروح اجيب بالمره الكيوميوليتد فريكوانسي، قال لك استميت المين، خلاص هجمع الاف اكس واقسم على عددهم اللي هو 450. بعد كده قال لك استميت وان ديسمال بليس ذا فاليو اوف ذا ميديان، عايز الميديان صح. يا اما تشتغل من التيبل بطريقه الانتربوليشن، يا اما تشتغل من الهيستوجرام. مش هو عايز الميديان الرقم اللي واقف في النص؟ طب هما كلهم 450 صح، اروح اعمل 450 اوفر 2، يبقى انا عارف ان الميديان اللي انا بدور عليه ده رقم سي، الميديان واقف عند بوزيشن 225، يبقى انا بدور على رقم 225 موجود فين. طب مش انا هنا جبت ان في 30 وانا عايز رقم 225، اشيل من ال 225 30 اللي هو بتاع اول كلاس، يبقى انا لسه ناقص لي 195. طب انا عارف ان الكلاس ده فيه 240 وانا عايز 195، يبقى انا عارف ان الراجل بتاعي موجود في الكلاس ده. طب الكلاس ده الهايت بتاعه ثابت عمره ما هيتغير، ايه اللي انا ممكن العب فيه؟ البيز. قال لك طيب نفس الكروس مالتيبليكيشن اللي احنا عملناه هنا اهو، قال لك يبقى انا دلوقتي الهايت ثابت وهطلعه بره الكروس مالتيبليكيشن وهشتغل كروس مالتيبليكيشن ما بين البيز والفريكوانسي. البيز هنا كان 10 يبقى بيز تو فريكوانسي، البيز ال10 اللي هو البيز كامل بيديني فريكوانسي 240. طب انت عايز قد ايه من ال 240 ديت؟ عايز 195 اللي هي 225 ماينس ال 30، اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 195 في 10 على 240 تجيب الميديان. فجبنا ان البيز ب 8.125. الفيتال ميستيك ان انت تروح تقول لي يبقى هو دوت الميديان، لا 8.125 هي الحته دي، بس انا بادئ منين؟ من 20، يبقى انا لازم الميديان بتاعي يكون ايكوال 20 بلس 8.125 اللي هو 28.125. لو حد اشتغل بالانتربوليشن من التيبل لازم تطلعوا نفس الانسر. طيب باك قال لك كومنت على الشيب بتاع الديستريبيوشن، زي ما احنا قلنا الهيستوجرام طريقه من ضمن الطرق اللي انت ممكن تتكلم فيها على السكيونس. انت هنا بس هنا ان انت تجدج كانت صعبه شويه. ممكن واحد يقول لي انا شايف ان هي سيمتري لو ده النص الجزء اليمين قد الشمال، واحد تاني قال لي لا انا شايف ان هي ممكن تبقى بوزيتيف سكيورس. قلنا له طب طالما اتلخبطت سيبك من الهيستوجرام واستخدم الحاجات التانية، مش انت حسبت المين والميديان؟ قلنا له اه. قال لك طب قارنهم ببعض. احنا كنا جبنا الميديان ب 28.125 والمين انا عارف ان احنا ما حسبناهوش، فالمين كان ايكوال 28.8 و 28.125. واحد قال لك انا شايفهم ان هما تقريبا قد بعض في اولموست سيمتري، الاكزامينر اكسبتد حسبها صح. واحد تاني قال لا انا شايف ان المين اكبر شويه من الميديان فبالتالي هعتبرها سلايتلي بوزيتيف سكيونس، الاكزامينر برضه حسبها صح. يبقى احيانا لما بيكون الرقم قريب الاكزامينر بيقبل الاجابتين. بعد كده اي قال لك ستيت ويز ا ريزون ويذر ذا استيميت اوف ذا مين اور ذا ميديان از بيتر ريبريزنتيشن. ده بقى سؤال ده تريك قوي، ليه؟ لانه معتمد على اجابتك في دي. مثلا قلت لك لو انت عندك سكيونس
او اوتلاير، استخدم الميديان والانتر كورتايل رينج. وانا قلت لك هنا في دي ان الاجابتين يحسبوا صح، فاللي قال ان هي سيمتري لازم يقول له انا هستخدم المين هستخدم المين لان المين هيبقى مور اكوريت، لكن اللي قال ان هي سكيون في سكيونس لازم يستخدم الميديان لان الميديان نوت افكتد باي اني سكيونس. اخر حاجه في الهيستوجرام حته صغيره قوي دوت جين 13 كويشن 5. انا هحل اول حته بس. هو مديك تيبل وبيقول لك a histogram was drawn، يعني هو رسم هيستوجرام للكلاس اني كلاس اللي هو من 200 ل 240. فلما رسم من 200 ل 240 ده كان ريبريزنتد بويتس وهايت. هنا اللي بيلخبط ان هو مديك ويتس وهايت سنتيمتر غير البيز اللي احنا متعودين عليه اللي هو هنا في التيبل. قال لك فانا هنا بعندي ثلاث حاجات بيز ويتس وهايت. قال لك فانا هنا بروح ارسم تيبل، هو مش اجباري لكن هيساعدك قوي. قال لك التيبل دوت هنكتب فيه كل الانفورميشن اللي عندنا. اول حاجه كلاس، بعد كده النيو كلاس. النيو كلاس ده لو انا كان عندي مشكله في الباوندري في الانترفلز ما بيسلموش بعض واضطريت اغيرها، بس مش على طول بيبقى عندي، لكن انا هكتبه عشان تبقى انت عارف كل الانفورميشن انت تكتبها. بعد كده بي عندي البيس، عندي الويتس، عندي الهايت، عندي الاريا، وعندي الفريكوينسي. طيب الكلاس اللي هو مديهولي كان من كام لكام اللي هو راح رسمه؟ الكلاس كان من 200 ل 240، يبقى هاجي ارسم ده من 200 ل 240. طب هل هنا الكلاسز بتسلم بعض ولا بتسلمش؟ انا لقيتها بتسلم بعض فيبقى انا مش محتاج اعمل نيو كلاس، لكن لو ما كانوش بيسلموا بعض كنت هروح اعمل نيو كلاس اخليهم يسلموا بعض واشتغل بالنيو كلاس، بس ده كده مش هستخدمه المره دي. بعد كده البيز، هو فرق بين 200 و 240 كام؟ 40، يبقى ده اسمه بيز. طب هو قال لك البيز ال 40 ده هو رسمه بويتس كام؟ هو مديك اهو الويتس 2 سنتي، يبقى الويتس 2. طب الهايت، الهايت هو مديلك ان هو 7. طب مش ويتس تايمز هايت، هنا هشتغل ويتس وهايت، ما هي مش فارقه، ممكن تاخد بيز وهايت او ويتس وهايت. يبقى 2 تايمز 7، 2 تايم 7 عشان اجيب الاريا تديني 14. طب هو قال وانا هنا عارف ان الكلاس اللي هو من 200 ل 240 كان الفريكوينسي بتاعته كام؟ 28، يبقى انا عارف ان ده 28. قال لك كده انا قدرت اوصل للريشيو، يبقى انا كده خدت بالي ان الريشيو هي 1 تو 2 اهي، اللي هي 14 ل 28. اجي بقى للكلاس اللي هو عايزنا اشتغل عليه اللي هو من 320 ل 400. اجي هنا من 320 ل 400، البيس 80. قال لك بقى هنا بضطر اعمل 2 كروس مالتيبليكيشن. اول كروس مالتيبليكيشن ما بين البيز والويتس، هو لما كان البيز 40 اترسم في ويتس كام؟ 2 صح؟ يبقى لما يكون البيز 80 هيترسم في ويتس قد ايه؟ كروس مالتيبليكيشن يطلع هيترسم في ويتس 4. طيب الهايت هنا 7، طب هنا هايت كام؟ ما اقدرش اجيبه كروس مالتيبليكيشن، لازم اجيبه من الاخر. طيب دلوقتي هو الكلاس اللي هو من 320 ل 400 اللي انا شغال عليه دوت كان الفريكوانسي كام؟ 18، يبقى اكتب هنا هو 18.
وانا عارف ان الريشيو 1 تو 2، يبقى لو هنا الفريكوانسي 18 يبقى اريا كام؟ 9. طيب يبقى انا عندي اريا 9 والويتس 4، يبقى الهايت ايكوال كام؟ 4 تايمز الهايت ايكوال 9، يبقى الهايت ايكوال 2.25. ودي مش عارف، يبقى انا كده جبت الهايت 4 تايمز هايت ايكوال الاريا، اعمل اريا ديفايدد ال 4 اجيب الهايت يطلع 2.25. دي كده كل افكار الهيستوجرام اللي ممكن تيجي. واحنا كده خلصنا درس الستاتستكس اللي هو اكبر درس عندنا بكل الافكار بتاعته. شكرا.